أهابت غرفة عمليات القوات الجوية جميع الأطراف الالتزام بوقف إطلاق النار في الجنوب الليبي، وأوضحت الغرفة في أنه في حال استخدام الأسلحة الثقيلة من أي جهة سيتم التعامل مع مصادر النيران على الفور. وبحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ عملية فرض القانون في الجنوب الليبي وحفاظا على أرواح المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.